السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. والسؤال الثاني مني كان بون دوك الناس كي يطلبوك ويجوا بعين معانا واش نهزوا ايدينا الفوق ونشوفوا يعني نشوف الفوق يعني في السماء يعني واش ممكن ماشي ممكن يعني ولا خاصنا غير نهزوا ايدينا بلا ما نشوفوا في السماء يعني كنبقى نطلب الله كنبقى نشوفوا في النجوم ونتاملوا فهمتي اييه. اما عن الدعاء لالا ام محمد واش نرفعوا ايدينا الفوق ملي كيقول لكم الفاتحه لا يكفي نرفع ايديا ونشوف عادي امتى كنرفع ايدي الفوق وشوف السماء اذا كان الخطب شديد اذا كان الامر عسير. كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الايام اللي فيها الامور صعبه كان يرفع يده الى السماء حتى يرى بياض ابطيه يرفع ايدي الفوق في السماء وينظر الى السماء الى النجوم والكواكب حتى قال الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. كيشوف راسه في السماء كيشوف النجوم والكواكب وكيشوف كيتامل في ملكوت الله وكيدعي. هذا هدف الامر الخطب الشديد. اما في الامور العاديه يكفي نهزوا الفاتحه يدينا عادي عادي ونضروا عادي وان شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.